هل يعطى أولاد الميت الفقراء من ثلث الميت أو زكاة الميت؟ الميت ثلث الميت هذا حسب نص الواقف أو الموصي، يعمل بالوصية، إن كان أوصى لمعين منهم فلا يجوز لأنه لا تصح الوصية للوارث. أما إذا قال على المحتاجين، على المحتاجين وفي ورثته واحد محتاج يعطى منها، لأنه ما نص عليه وإنما قال المحتاجين.